بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قص الأعمدة، فكرة قص الأعمدة إن بيكون عندنا مبنى فيه مجموعة من البلاطات بتاعت الأسقف. لازم العمود الموجود في الأسفل بيشيل جميع البلاطات الموجودة في الأعلى، لكن كل ما بنعلى بعدد الأدوار كل ما العمود بتقل الأحمال الواقعة عليه. لذلك بنبدأ نقلل قطاعات الأعمدة في الأريا كونكريت وفي الأريا ستيل. نلاحظ مع بعض إن العمود الموجود في الأسفل شايل فوقيه 7 بلاطات، البلاطة الأولى التانية التالتة الرابعة الخامسة ستة سبعة وكمان غرف سطح، لكن العمود كل ما بيعلى كل ما بيشيل عدد بلاطات أقل. يعني العمود دوت شايل فوقيه بلاطة واحدة لكن عليها لايف لود، هنا بتاعت الشخشيخة أو غرف السطح آخر عمود ما بيكونش عليه لايف لود، فالأحمال بتبدأ تقل. يعني العمود دوت شايل بلاطتين، عمود شايل تلاتة، عمود شايل أربعة، عمود شايل خمسة، كل ما بنقل كل ما بننزل كل ما الأحمال بتزيد، وكل ما بنعلى كل ما الأحمال بتبدأ تقل. هنلاحظ هنا مع بعض إن مساحة الحائط الموجودة هنا، مساحة المباني، أقل بكتير من مساحة المباني الموجودة فوق. هنلاحظ إن مساحة الحائط بتبدأ تقل كل ما بنعلى، وده معناه إن قطاع العمود هو اللي بيقل، وعشان كده مساحة الحائط هي اللي بتزيد. هنلاحظ إن مساحة الحائط بتزيد كل ما بنعلى بالشكل ده، وقطاع العمود هو اللي بيقل كل ما بنعلى وهكذا. فهنلاحظ ان تحت قطاع العمود كبير، وكل ما بنعلى قطاع العمود يبدأ يقل 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 لغاية ما ينقص تدريجيا بالشكل ده. كل دورين بنبدأ نقلل قطاع العمود. لو لاحظنا في الصورة دي هنلاحظ ان طبعا المفروض في الواجهة ان خط المباني او خط الشبابيك يجي خط واحد على خيط واحد. هنلاحظ ان كتف المباني هنا صغير بالشكل ده، بعد كده بدأ يوسع يكبر هنا في الدورين دولت، بعد كده كبر اكتر في اخر دورين. هنلاحظ ان الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان قطاع الاعمده بيقل. هو مكان الشباك ثابت لان لازم الشباك يجي على خيط واحد في الوجه، ما ينفعش ان انا اجي الاقي شباك يمين شباك شمال الا لو المصمم عايز كده. لكن في الاصل ان الراجل مصمم المعماري ما يقصدش كده، هو عايز ان كل الشبابيك تيجي اسفل بعضها. طيب لذلك هنلاحظ ان قطاع العمود هو اللي بيقل بالشكل ده. طيب وهنلاحظ ان هو كل دورين بيقل، يعني دول دورين شبه بعض، بعد كده دورين، بعد كده دورين وهكذا. هنلاحظ هنا ان قطاع العمود بدأ يقل. لاحظ حضراتكم شايفين العمود هنا صغير جدا ازاي قطاعه، بعد كده ده القطاع التاني، بعد كده ده القطاع التالت، حضراتكم شايفين المنظر. فلذلك كل ما بنعلى كل ما الاحمال بتخف، كل ما بنقلل قطاع العمود. هنلاحظ هنا فرق ما بين العمودين دولت، شايفين حضراتكم هنا بالشكل ده. تمام، طبعا ده عمود اخر دور. عمود اخر دور ما بيشيلش غير بلاطه ما فيش عليها احمال موجوده من فوق، فلذلك بنبدا نخفف احماله تماما تماما تماما. الاحمال بتخف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، فلذلك بنبدا نعمل عمود بنسميه عمود شمعه، يكون 30 سم في 30 سم او 25 في 25 بالشكل ده كده. طبعا دي الاشياء اللي كانت جايه بتاعه العمود الموجود من الاسفل، فواضح جدا ان هو ما كملش قطاع العمود، وواضح جدا ان هو ما عملش غير القطاع المتوقع اللي هو 30 سم دولت. نلاحظ مثلا العمود مثلا كان 90 سم مثلا، ولكن لم يتوقع منه غير 30 سم موجودين في اخر دور. طيب اتجاه القص، نقص منين؟ لازم نثبت المكان اللي فيه الكمر او الحائط. لو احنا بنقص من جانبي العمود، يعني بنقص من اليمين والشمال، هنلاحظ ان احنا بنتدرج بالعمود كاننا طالعين على شكل هرم، والكلام ده ما ينفعش معماريا، هو ينفع انشائيا لان السي جي بتاع العمود او مركز الثقل هيظل في مكانه. لكن لو حافظنا على السي جي الانشائي وغيرنا قطاع العمود من اليمين والشمال مع بعض، يعني العمود يتدرج على شكل هرم، ده معناه تغير في مساحات الغرف كده، ان التصميم المعماري اللي اتصمم في الاصل موجود في الاسفل هيبدا يتغير في الاعلى. طبعا الكلام ده خطا وما ينفعش، لان الاصل هو اصل التصميم المعماري، وان المهندس الانشائي هو بيحاول يحقق التصميم المعماري، وان ما ينفعش الجزء الانشائي هو اللي يبقى ثابت والمعماري هو اللي يكون مرن. لا، لازم يكون التصميم المعماري هو الاصل، هو الاصل هو الثابت،
ويبدأ المهندس الإنشائي يحقق التصميم المعماري. فلذلك بنقص من جنب واحد من العمود، ولما نيجي نقص من جنب واحد من العمود دوت هيكون صح معماريا، ولكن هيعمل لنا مشكلة إنشائية بتغير السي جي بتاع العمود، فممكن يحصل في العمود اكسنتريستي، وده اللي لسه هنبدأ نتكلم عليه بعد شوية. هنلاحظ هنا إن هنا الكاميرا موجودة بتاعت الحائط، لذلك لما جينا نقص العمود قصيناه من الجنب البعيد عن الحائط، يبقى قص العمود يكون من القص الجانب اللي مفيهوش حائط. أقص العمود من الجانب اللي مفيهوش حائط بالشكل ده. لاحظ إن الكاميرا هنا مستمرة، لكن هنا العمود قطعه بيقل من الجنب اللي مفيهوش حائط بالشكل ده كده. طيب احنا اتكلمنا قبل كده ان العمود لما بيجي نعمل له عمليه القص بيبقى عندنا قص في الاريا كونكريت وفي الاريا ستيل، وقلنا ان الاريا كونكريت عباره عن حاجتين، عباره عن طول وعباره عن عرض. العمود ليه طول وليه عرض. طبعا عرض العمود لا يقل عن 25 سنتي، ده شيء طبيعي، لكن العمود اللي موجود في دور البدروم بيشيل احمال هي اكبر احمال موجوده عليه، لان هو اسفل دور موجود، فلذلك كل الاحمال اللي موجوده فوق المبنى واقعه على العمود الموجود في الدور بتاع بدروم، اذا عليه احمال كبيره. فطالما عليه احمال كبيره بنحاول نزود عرض العمود. لكن العمود ده لما بيجي يطلع فوق، خاصه في الادوار المتكرره، الادوار اللي بنبدا نستخدمها، يعني مثلا لو جينا قلنا ممكن العمود يبقى عرضه 30 سنتي في الدور البدروم، وممكن عرضه يبقى 30 سنتي في الدور الارضي، لكن لما العمود يبقى عرضه 30 سنتي في الادوار المتكرره اللي بعد كده، الاول والثاني لغايه الاخير، معنى كده ان العمود بارز بشكل واضح جدا 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 داخل الغرف المعماريه، فلذلك شكله هيكون منتقد جدا. يبقى احنا لازم في الادوار المتكرره فوق بنقلل عرض العمود. ليه؟ علشان نستغل المساحه، مساحه الفراغ اللي موجوده، ونقلل اقصى بروز ممكن من قطاع العمود. لذلك دايما العمود في الدور البدروم والدور الارضي بيكون عرضه 30 سنتي، وفي الادوار المتكرره بيكون عرضه 25 سنتي. ومعنى كده ان احنا هنحافظ على الاريا ستيل، يعني هنحافظ على عدد الاسياخ، ولكن هنعمل ايه في الحديد لما العمود يكون عرضه 30 ونخلي عرضه 25؟ هنعمل في الحديد ان احنا هنتنيه، هنكسح الاسياخ بالشكل ده. هنلاحظ ان الحديد فيه سيخ ثابت، لكن السيخ الثاني بدا يتن بالشكل ده. هتلاحظوا حضراتكم ان زاويه التكسيح هنا موجوده بالشكل ده كده، وان ده كان 30 سنتي، وان احنا شلناهم وخلاص عرض العمود هيبقى 25 سنتي بالشكل واضح امام حضراتكم. طب الكلام دوت عشان يتم صح يتم ازاي؟ يتم بشروط. ايه هي الشروط؟ ان زاويه التكسيح دي تكون زاويه مقبوله انها تنقل الاحمال من غير ما تعمل اجهاد على الحديد او اجهاد على العمود، يعني يكون في انسيابيه في نقل الاحمال. الانسيابيه دي عشان تتم لازم زاويه التكسيح لا تقل عن 1:6. يعني ايه 1:6؟ يعني لو العمود عرضه 30 سنتي انا عايز اخلي عرضه 25، لو انا اتحركت من ال 30 ل 25 يبقى العرض ده كام؟ 5 سنتي. عشان اكسح 5 سنتي لازم اكسح في الطول 30 سنتي في ارتفاعه، يبقى 1:6 معناها 5:30 سنتي. طب فين ال 30 سنتي اللي انا اقدر اكسحهم؟ ما عنديش حاجه اسمها 30 سنتي عشان اكسح فيها الا الكاميرا. البلاطات السوليد والبلاطات الفلات سمكها اقل بكتير من ال 30 سنتي. لذلك لما بنيجي نقص العمود من العرض، يعني نكسح الاسياخ، لازم نكسحها داخل الكاميرات علشان نقدر نكسح السيخ في مسافه واسعه، ما يتكسحش في مسافه ضيقه، عشان زاويه التكسيح تبقى زاويه مريحه جدا للحديد ان هو يبدا يتكسح بانسيابيه تامه. والكلام ده مهم جدا 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 ان احنا نعرف ان ما ينفعش ان احنا نقص العمود من العرض في البلاطات الفلات سلاب، لان العمود اذا مساحه القطاع الاريا كونكريت بتاعت العمود من العرض قلت عن ال 30 سنتي، العمود ده بيعرض بلاطه السقف الفلات للبانشنج للاختراق. لذلك لازم ان احنا نقلل قطاع العمود علشان نحافظ على الناحيه المعماريه في السقف الفلات ولكن ليس من العرض. لما نيجي نقلل او نيجي نقص الاعمده في السقف الفلات نقصها من الطول، لكن ما ينفعش ان احنا نقصها من العرض. لكن في السقف السوليد ينفع ان احنا نقص العمود من العرض، لان هو شال السقف من خلال الكمرات،
والكمرات ليها دبس كبير، ليها عمق كبير، فلذلك بنقدر نكسح الحديد براحته تماما داخل الكمر. وكمان السقف ما بيكونش مرتكز على العمود ولكن بيكون موزع على الكمر، فده بيسهل عملية تكسيح الحديد بالشكل الواضح امامنا. يبقى احنا عايزين نحافظ على انسيابية الحديد. هتلاحظوا هنا حضراتكم في الصورة دي ان الحديد متكسح كله عشان نقلل قطاع العمود الى الداخل، ولكن ده عشان عمود دائري، فكل ده بيتحرك في اتجاه المركز، في اتجاه السنتر، في اتجاه محور العمود. تمام، كويس جدا. ولكن هنلاحظ كمان انسيابية التكسيح، ونلاحظ ان زاوية التكسيح زاوية واسعة 1:6 بالشكل الواضح امامنا. شايفين حضراتكم زاوية التكسيح عاملة ازاي؟ زاوية التكسيح اكبر من سمك البلاطة، لذلك كان لازم تتم داخل الكمرات بالشكل الواضح امامنا. لذلك هنا بيعلمنا المهندس ياسر الليثي، بيقول لك يجب ان لا يزيد ميل اسياخ الحديد عن 1:6. 1:6 يعني 6:1 لو حد عارفها. بالشكل ده كده نلاحظ ان ده عمود قطاعه اقل من العمود اللي تحتيه. عشان نعمل زاوية تكسيح محترمة تقدر يبقى فيها انسيابية لتوزيع الاحمال من غير اجهاد للحديد بالشكل ده، هنلاحظ ان الزاوية دي زاوية تكسيح واسعة جدا تمت داخل الكمرات بالشكل ده كده. وبيقول لنا ان اذا زادت الزاوية عن 1:6 يتم تزريع اسياخ حديد بالشكل ده. لو احنا هنكسح بزاوية اكبر من 1:6 نبدأ نزرع اسياخ حديد داخل العمود اللي موجود في الاسفل 1 متر او 40 فاي. ده طبعا كان في الكود القديم 40 فاي، دلوقتي بقت 60 فاي في الكود الجديد. لذلك يجب تزريع اسياخ الحديد اذا كانت زاوية التكسيح اكبر من 1:6. طيب دلوقتي احنا هنبدأ نقلل قطاع العمود، يعني نقص الأعمدة من الطول وليس من العرض بالشكل ده كده. هنقطع الأسياخ من الطول، يعني لو العمود متر هنخليه 90 سنتي. طيب لو احنا غيرنا في الاريا كونكريت، يعني غيرنا في طول العمود المتر خليناه 90، في الحالة دي هنغير الاريا ستيل، وبدل مثلا ما الحديد كان 16 سيخ 16 هنخليهم مثلا 12 سيخ 16 او 14 سيخ 16 حسب التصميم وحسب الجدول اللي هيكون موجود معانا. يعني بالشكل ده حاجه من الاثنين، يا نقطع السيخ لان احنا مش محتاجين له تماما، يا اما نتنيه داخل السقف. وده الافضل. ليه ده الافضل؟ لان ممكن حضرتك وانت بتقطع الاسياخ تغلط، وبدل ما تقطعه من اليمين مثلا تقطعه من الشمال، ويكون الشمال دوت يكون فيه الكاميرا، يبقى لو احنا قطعناه من الجزء اللي فيه الكاميرا هتبقى مشكله كبيره. لذلك يفضل انت ما تقطعوش الا لما تطلع على السقف. المفروض ان احنا كنا نتكلم عن قص الاعمدة لما كنا بنتكلم عن الاعمدة، لكن الصح ان احنا نتكلم عن قص الاعمدة واحنا بنتكلم عن السقف، لان اول مرحلة على السقف هي قص الاعمدة. اول مرحلة في تنفيذ حدادة الاسقف هي مرحلة قص العمود. لذلك بنتكلم النهاردة على ان الحديد بتاع العمود لما يتقص، يتقص لما اشوف الكمر، لما اشوف الكمر ماشية هناك كده يبقى قص من هنا، اقص من الجنب اللي ما فيهوش كاميرا عكس اتجاه الكاميرا. مظبوط، يبقى الكاميرا يمين اقص شمال، وان انا اخلي الاسياخ نايمه او ميته في السقف بالشكل ده كده، اقطعها او ان انا اميلها داخل السقف بالشكل ده. ده لما اجي اقص العمود من الطول. قص العمود من الطول ده هيعمل لي مشكله انشائيه كبيره جدا جدا جدا. ايه هي؟ ان السجي بتاع العمود هيتحرك. ليه؟ لان العمود تحت كان متر وفوق بقى 90 سنتي. وهنلاحظ ان احنا حافظنا على جنب واحد اللي هو الجنب بتاع الحيطة او الكمرات، لكن قطعنا الجنب التاني، لذلك السجي بتاع العمود هيتغير كما هو واضح في الشكل. لو احنا عندنا العمود قصناه من الجنبين يبقى في الحالة دي السجي واحد، لكن لو احنا قصنا العمود من جنب واحد وثبتنا الجنب التاني في الحالة دي السجي بتاع العمود هيتحرك ويحصل في العمود اكسنتريستي. طب عشان ما يحصلش في العمود اكسنتريستي ايه اللي يحصل؟ لازم اقصى مسافة ممكن ناخدها من العمود نقصها من العمود هي 10 سنتي كل دورين بالشكل ده. هنلاحظ ان المهندس هنا ياسر الليثي بيبدا يقول لنا على شوية ملاحظات مهمة جدا. بيقول لنا ان احنا نعمل تصميم لقطاع العمود كل دورين، يعني كل دورين نبدا نعيد التصميم، كل دورين نبدا نعيد التصميم عشان نقدر نحقق قطاع عمود مثالي باقل تكلفة ويكون سيف، يكون امن، بحيث ان احنا نقدر نسيف الاحمال بتاعتنا. طيب بيقول لك ان اكبر مسافه ممكن تاخدها هي 10 سنتي من جنب واحد،
طيب الكلام ده طبعا بيتنفذ وحقيقة كويس جدا، ولكن لو انت هتمشي مسافة اكتر من كده هتبقى مشكلة كبيرة. لذلك انت لازم تحافظ على السي جي بتاع العمود، وان انت لو اتحركت ما تقصش من العمود اكتر من 10 سنتي لحد اقصى دورين. يعني ممكن يبقوا تقص 3 ادوار، تقص كل 4 ادوار، تقص كل 5 ادوار، لكن اقل حاجة ممكن تعملها كل 2 فقط. بالشكل ده كده هنلاحظ ان ادي العمود ثابت قطاعه. لاحظوا كده حضرتك ان هنا العمود ده القطاع بتاع العمود، وفوق ده نفس القطاع بتاع العمود، لذلك مفيش مشكلة من اتجاه الطويل. وهنا ان طول الاشارة 40 فاي او 1 متر، ده قلنا كانت على الكود القديم. هنلاحظ هنا نفس الكلام، قطاع العمود هنا طويل لكن هنا قصرناه، يعني قللنا فين؟ قللنا في الطول. يعني هنغير في الاريا ستيل وهنغير في الاريا كونكريت، لذلك هنا السيخ الحديد هيتقطع. سيخ الحديد هيتقطع، طب والسيخ اللي جوه ده هيتكرب ولكن بزاوية ميل كام؟ 1:6. طب ليه هيتكرب؟ ليه هيتكسح كده؟ لأن المسافات ما بين الأسياخ فوق هتقرب من بعضها، فطالما هتقرب من بعضها يبقى أنا مضطر إن أنا أبدأ أتني الأسياخ اللي موجودة ولكن بزاوية كام؟ 1:6 داخل العمود. لاحظ هنا إن السي جي عشان في النص، فالتكريب من اليمين ومن الشمال 1:6، وهنا نفس الكلام. هنا قطع السيخ يمين وقطع السيخ شمال، يعني هنا حافظ على الاريا ستيل ولكن قلل الاريا كونكريت. هنا غير في العمود في قطاعه، غير في قطاع العمود الخرسانة ولكن ثبت الاريا ستيل، عشان كده كسح الاسياخ. لكن هنا غير الاريا كونكريت وفي نفس الوقت غير الاريا ستيل، عشان كده قطع الاسياخ لما كانت من الاتجاه الطويل. ده الشكل بتاع ترحيل العمود، ان احنا احترمنا الجنب الشمال عشان هو ده جنب الحائط، لان احنا بنحترم الجزء المعماري عشان نحافظ على مساحات والفراغات وعشان نحافظ على التصميم المعماري اللي كان موجود في البدايه. فلذلك لما عملنا قص في العمود عملنا قص بحد اقصى 10 سم كل 2 عشان ما يحصلش اكسنتريستي في العمود، بحيث ان السي جي بتاع العمود لما يجي يترحل يبقى ترحيل مقبول، بحيث ان احنا نقدر يعني نقدر نربطه مع بعض بالاعمده التانية والبلاطات التانية والكمرات، ف في الاخر خالص المبنى يكون امن ويكون ثابت وما يكونش فيه ادنى مشكله. هنا بيقول لنا نقطه مهمه جدا جدا جدا، بيقول لنا ان سيخ الحديد لو هتيجي تقصه وزاويه التكسيح بتاعته، لو انت عايز تحافظ على الاريا ستيل، يعني عايز تقلل الاريا كونكريت، عايز تقلل مساحه العمود خرسانه وعايز تحافظ على عدد الاسياخ، بيقول لك لو السيخ هيتقرب بزاويه اكبر من 1:6 يتم تزريع الحديد، بحيث ان سيخ الحديد اللي انت هتزرعه يكون واصل في العمود الموجود في الاسفل 1 متر او 40 فاي ايهم اكبر. طبعا قلنا 40 فاي على الكود القديم. هنلاحظ هنا فوق ان طول الاشاره فوق 1 متر او 40 فاي، طبعا دلوقتي بقت 60 فاي بالشكل ده. قص سيخ المخ، في عندنا سيخ اسمه سيخ المخ اللي هو السيخ ده. السيخ ده بيعمل لنا مشكله كبيره جدا 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 في موضوع القص. طب هو السيخ ده ليه المهندس الانشائي بيحطه في التصميم اصلا؟ المهندس الانشائي لما بيجي يحط السيخ ده في التصميم بيحطه لسبب من 2. السبب الاول ان عرض العمود ده ال 30 يكون اكبر من 30، عشان كده بيحط سيخ المخ. ده السبب الاول، لكن السبب الثاني ان هو بيحطه علشان يوسع المسافات ما بين الاسياخ اللي موجوده هنا، بحيث ان احنا لما نيجي نصب الخرسانه يبقى هنا في فراغ كبير يقدر يصب فيه الخرسانه من غير ما يحصل تسويس او تعشيش. تمام، وطبعا بيحافظ على مخ العمود. لكن النقطة هنا هيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا لو قطعنا العمود أو قصينا العمود من جنب واحد، يعني العمود ده 60، لو احنا خليناه 50 وقطعنا العمود من جنب واحد وثبتنا الجنب التاني، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن العمود أصبح غير متماثل. يعني إيه غير متماثل؟ يعني هيكون في سيخ هنا مقطوع من الشمال لكن موجود في اليمين، يعني يبقى عدد الأسياخ الحديد اللي موجودة في الشمال أكتر من عدد الأسياخ اللي موجودة في اليمين، ودي مشكلة إنشائية كبيرة جدا. لازم العمود يكون متزن، لازم العمود يكون متماثل، اليمين قد الشمال، اللي فوق قد اللي تحت، لو قسمنا العمود 4 ارباع لازم كل ربع يكون قد التاني. الكلام ده نقدر نعوضه ازاي ونقدر نحل المشكله دي ازاي؟ انا ارى ان اول قص لما يجي يتم، اول مرحله قص لما اجي اعملها اقص سيخين المخ دول. يعني العمود لما كان 30 لما انا احب اقصه اخليه 25 مثلا اشيل سيخين المخ مباشره، يبقى ده اول قص. طيب واحد تاني هيعمل ايه؟
هيقص السيخ اللي موجود هنا فوق والسيخ اللي موجود هنا تحت. في الحالة دي هيبقى السيخ ده بيعمل ايه؟ بيقرب السيخ ده بيتنيه من هنا لغاية هنا. في حالة ان احنا هنقص سيخ المخ ده والمخ المقابل ليه، كده العمود هيفضل متزن. لكن لو احنا قطعنا السيخ اللي في الزاوية ده والسيخ اللي في الزاوية اللي هنا وحافظنا على السيخ ده عشان يبقى موازي للسيخ ده، ايه اللي هيحصل في السيخ ده؟ هيتني من هنا يجي لغاية هنا. المسافة دي ممكن تكون مسافة كبيرة. يعني ايه مسافة كبيرة؟ يعني المسافة دي تكون اكبر من 1 لـ 6. فلما نيجي نعمل عملية القص نعملها غلط، فكل ده بيبقى خطأ. فلذلك دايما انا ارى ان احنا لما نيجي نقص سيخين المخ في البداية وبعد كده نبدأ نقص السيخين التانية. هنلاحظ هنا، نشوف مع بعض شوية صور هنفهم منها الكلام ده كويس. لاحظ حضرتك هنا ان السيخ ده مقطوع، اللي موجود في الزاوية واللي موجود هنا في الزاوية، وانه محافظ على سيخ المخ، فيبدأ يقرب السيخ ده يتنيه داخل الكمر هنا بحيث انه يجيبه هنا في العمود لما نيجي نبدأ نشتغل في دور جديد، وانه بيحافظ على سيخ المخ المقابل ليه. لاحظ ان في سيخ مخ والمقابل ليه الناحية التانية، سيخ المخ اللي هنا واللي هناك، وانه بيبدأ يقطع السيخين دولت اللي في البداية ويتني سيخ المخ يدخله جوه عشان يخليه هنا بالشكل ده. يبقى بيحافظ على سيخ المخ ويبدأ يتني. انا في النهاية خالص مش مع موضوع سيخ المخ دوت، وارى ان اذا عملناه مثلا في الدور الارضي او البدروم، اول عملية قص تكون موجودة نعملها قص في الاريا ستيل ونقص العمود من العرض اذا كان سقف سوليد، ونبدأ نشيل سيخين المخ بالشكل ده كده. تلاحظ حضرتك ان هو قطع هنا السيخين دولت اللي موجودين هنا، وكمان قطع سيخ المخ اللي موجود هناك، وطبعا قطع سيخ المخ اللي موجود هنا. يعني قطع 3 أسيخ اللي هنا وقطع السيخ اللي هناك بالشكل ده كده. زي ما حضرتك شايف 3 أسيخ اللي هنا اتقطعوا والسيخ اللي هناك كمان اتقطع. طيب في اخطاء القص اللي بتكون موجودة في مشاريع كتير نتعلم منها، لان السعيد من وعظ بغيره. فتعالوا نبدأ نشوف ايه اخطاء القص. ده خطأ واضح جدا جدا جدا، وخطأ كارثي ما يقعش فيه يعني عيل في اولى ابتدائي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكاميرا دي متشال على العمود ده، فالحداد لما جه يقص العمود قص العمود من اتجاه اللي فيه الكاميرا مش من الاتجاه التاني. يبقى المفروض ان الجنب الثابت ده، حضرتك شايف السيخ هنا متكسح ازاي؟ دي كاميرا مقلوبة فوق السقف. فهو لما جه قطع السيخ قص السيخ بالشكل ده وخلى الكاميرا عشان تروح للعمود راح متني الحديد بتاعها عشان يدخلها جوه العمود. يعني شيء لا يوصف. وده اكبر دليل واكبر شاهد ان نقطة تعلمنا ان ما ينفعش انك تسيب الموقع وتمشي. ليه؟ لان ممكن اي حد يغلط اي خطأ، حتى ولو كان خاطئ ساذج بالشكل ده، اي خطأ ممكن يحصل. لذلك لازم تقف على الشغل بنفسك في كل وقت وفي كل لحظة. شاف شكل الكاميرا هنا ساب العمود، يبقى المفروض انك لما يجي يقص العمود يقصه من الجنب اللي ما فيهوش كاميرا مش الجنب اللي فيه الكاميرا. ده كأنه قاصد انه عايز يقص العمود من الجنب اللي فيه الكاميرا. لاحظ حضرتك الكاميرا ماشية ازاي؟ لاحظ العمود مقصوص من هنا ازاي؟ شايف حضرتك؟ ادي الكاميرا وادي العمود. ادي الكاميرا وادي العمود. لاحظ هنا السيخ ده خارج بره العمود ازاي؟ لاحظ هنا السيخين دولت، 3 دولت. طب ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ ايه السبب؟ السبب ان عملية قص العمود تمت بعد صب السقف، وقلنا ان اول مرحلة في حدادة الاسقف هي قص الاعمدة، بحيث ان حديد العمود يتقطع داخل الاسقف او يتقص داخل السقف داخل الكمر اذا كان من العرض، ويتقطع من الطول اذا كان هيموت في السقف هيتقطع، او نميله ندفنه داخل الخرسانة. لكن انه يظهر كده ده خارج الخرسانة، كل ده خطأ، بحيث ان الحديد ده ممكن يتعرض في النهاية خالص للعوامل الجوية، يبدأ يجيله صدأ، التشطيب ما يكونش كويس، ما يتعزلش صح، تبقى مشكلة كبيرة جدا. لذلك الخطأ هنا ان العمود لم يتم قص العمود اثناء حدادة الاسقف. يبقى اول مرحلة في حدادة الاسقف هي
قص الأعمدة بالشكل ده كده. لاحظ ان العمود ده حبوا ان هم يقص العمود ده من العرض، يعني العمود كان 30 حبوا ان هم يخلوه عمود 25، ولكن بدأوا يفكروا في النقطة دي بعد صب السقف. لذلك هنلاحظ ان في حديد ظاهر اسفل الحطة، وكمان هو حاطط لوحين خشب بحيث انه يغطي على الحديد الظاهر بره السقف، لان الحديد لما كان يلازم التني كان لازم التني داخل الكمر، ولو ده سقف فلات يبقى سقف الفلات سمكه 20 سنتي، احنا محتاجين 30 سنتي عشان نقدر نكسح فيهم الحديد عشان يبقى بزاويه 1:6، يبقى كل ده خطأ. يبقى قص الاعمده يكون امتى؟ قص الاعمده يكون مع السقف، في السقف السوليد لما احب اقص من العرض بالشكل ده. ده عمود بدل ما يتقص من اليمين يتقص من الشمال فكملوه مع السقف، طبعا دي يعني كارثه. دي كارثه تانية خالص. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عندنا عمود حب يعمل فيه قص، ولكن عمل ايه؟ ثبت قطاع الخرسانه يعني الاريا كونكريت يعني الطول والعرض، وبدا يقلل في عدد الاسياخ. واحنا قلنا طالما انت هتثبت الاريا كونكريت يبقى لازم تثبت عدد الاسياخ، ولو حبيت تعمل قص تعمل قص في قطر الحديد وليس في عدد الحديد عدد الاسياخ. هنلاحظ تحت ان العمود مثلا كان فيه اربع اسياخ يمين وشمال يعني 8، فلما طلعوا فوق هيبقوا 6، ال8 بقوا 6، دي بقت كارثه. ليه؟ لان انا عشان السيخ اللي جه في النص ده ولا جه مع اليمين ولا جه مع الشمال هينقل احماله لمين؟ السيخ ده ينقل احماله لمين؟ ولا هينقله لليمين ولا هينقله للشمال. يبقى الصح كان المفروض اعمل ايه؟ المفروض بدل ما انا عايز اقلل عدد الاسياخ اقلل القطر، يعني هما مثلا لو كانوا 8 حديد 16 اخليهم 8 حديد 12، لو طلعوا انصيف اخليهم 4 16 و 4 12، لو طلعوا انصيف احافظ على العدد واحافظ على القطر. لكن ما ينفعش ان انا اغير العدد من غير ما اغير الاريا كونكريت، يعني ما ينفعش ان احنا نخلي السيخ ده يجي في النص كده من غير ما اوزع حمله مع الحديد التاني. طبعا دي مشكله كبيره جدا 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 في الشغل، وده معناه ان ما كانش فيه ولا مهندس بيستلم ولا مهندس من الاول ولا مهندس استشاري واقف على الشغل. والخطا ليس خطا حداد، خطا مهندس، هي اللوح بتقول كده. طيب اللوح لازم نقراها كويس جدا عشان نعرف نتعلم منها. هنلاحظ ان اللوحة هنا قلنا ان فيها خط ثابت، الخط الثابت ده اللي هو ممنوع ان احنا نقص منه لان ده الجنب اللي فيه الحيطة، وان احنا بنبدأ نغير قطاع العمود بتدريجيا حسب الجدول. بنلاقي ان الجدول ده بيقول لي ده لغاية سقف البدروم. هنلاحظ ان عمود عين واحد واثنين وثلاثة واربعة كلهم بعرض واحد اللي هو 30 سنتي من الاول للاخر، 30 30 30 30. لما نيجي ناخد الدور اللي بعديه هنلاقي 25 25 25 25 اللي هو الدور الارضي. لاحظ ان الدور الاول والثاني والثالث 25 25 25 25. طيب تعالى نبدا نشوف الحديد. الحديد 8 10 12 16 16 16 16 16، يعني قطر الحديد كله حديد 16. طب تعالى نطلع فوق شويه، هنلاحظ ان 8 16 بقت 4 16 و4 12، يبقى هو قلل قطر الحديد لكن حافظ على العدد. ليه؟ لان العمود هنا كان 50 فضل 50 زي ما هو، يبقى طالما انا ما غيرتش الاريا كونكريت يبقى لازم احافظ على العدد. يبقى لما انا احافظ على العدد وعايز اغير الاريا ستيل اغير القطر لكن ما اغيرش العدد. تمام. العمود ده عمود 60 كانوا 10 16 خلاهم ايه؟ خلاهم 6 16 و4 12. عمود 75 كان 12 16 عمل ايه؟ خلاه ال 75 خلاهم 8 16 و4 12، يعني بيقلل القطر. طيب العمود المتر 25 في متر، تعالوا كده من البدايه خالص، 30 في 100 بعد كده بقى 25 في 100 بعد كده 25 في 90 بعد كده 25 في 75. طيب تعالوا كده تاني، 30 في 100 16 16 بعد كده 25 في 100 16 16 25 في 90 بقوا 12 16، يعني قطع اربع اسياخ، قطع اربع اسياخ، يعني هنا قلل عدد الاسياخ. طب هنا قلل كمان سخين. طيب هتلاحظ هنا ان العمود كان 100 كان متر، العمود المتر بقى 90، يعني شلنا كان منه كام؟ يعني شلنا منه 10 سم. طيب ده مطابق للكود ما فيهوش مشكله.
لكن بعد كده شال منه 15 سنتي. مش مشكلة. ليه؟ لأن دول آخر دورين. يعني ايه؟ يعني مفيش أحمال تانية، مفيش أدوار تانية. يعني لو احنا في آخر دور، ممكن آخر دور خالص نعمله عمود شمعة، يعني 30 في 30، حسب طبعا الاسبان وحسب التصميم. لكن الفكرة كلها ان مفيش فوقيه احمال حية فوق البلاطة اللي هو شايلها. بكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.